عندك آلام مزمنة في مفصل الركبة، الفيديو ده مناسب جدا ليك، لأن الفيديو ده هيغطي كل الأدوية اللي بتستخدم في علاج خشونة مفصل الركبة أو المجموعة من التمرين الأول. إن أنت بتنام كده على الأرض وتتني وتفرد مفصل الركبة بالشكل ده. التمرين التاني إن أنت بتحط رول كده تحت الركبة، مخدة أو حاجة، وتتني وتفرد الركبة. التمرين التالت بتقعد على كرسي وتفرد ركبتك قدامك مفرودة، ترفع رجلك مسطرة قدامك. التمرين الرابع انك تقعد على كرسي وبعد كده تقوم وتقعد على الكرسي، ده بيقوي عضلات الركبة. اول مجموعة من الادوية هي مجموعة المسكنات. معاك الدكتور نادر كميل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وشير ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اول مجموعة هي مجموعة المسكنات. المسكنات مجموعتين كبار، مجموعة البارستامول، ودي أشهر دواء فيها هو الدوليبران. الدوليبران ده 1000 ملي جرام، بيتاخد مرتين أو 3 مرات في اليوم لمدة أسبوعين، وهو آمن على مرضى الضغط والقلب والمعدة، وآمن على مرضى الكلى. كل الأدوية دي طبعا لازم تتاخد تحت إشراف طبيب. النوع الثاني من البارستامول هو البنادول جوينت، ممكن تاخد 3 أو 4 مرات في اليوم حسب الاستجابة. النوع الثالث البنادول العادي، برضه ممكن تاخد 3 أو 4 مرات في اليوم. وفي الادول ده برضه بيحتوي على باراسيتامول، ممكن تاخد 3 أو 4 مرات في اليوم. المجموعه الثانيه من المسكنات هي النون ستيرويدال. اخرها هو البروفين، البروفين 600 اللي هو الايبوبروفين، ده بيتاخد 2 أو 3 مرات في اليوم على حسب الاستجابه، وده بيؤدي الى مشاكل في المعده، ممنوع لمرضى قرحه المعده، ممكن يرفع وظائف الكلى، ممكن يرفع الضغط ويأثر على عضله القلب او يزود السيوله لو حد بياخد ادويه للسيوله. ده بالنسبه للبروفين. عندنا بعد كده الكتافلام 50، بيتاخد مرتين في اليوم، وبرده بيؤدي الى حدوث مشاكل في المعده، ممكن يرفع وظائف الكلى، ممكن يرفع الضغط ويؤدي لحدوث مشاكل في القلب. عندنا بعد كده الرايت والوينزوكسيب والايتوري كوكس، كلهم نفس الماده الفعاله اللي هي الايتوري كوكسيب، ده 90 ملي جرام، ده بيتاخد مره يوميا، ممكن يتاخد لحد شهر، في منه تركيز 60 ملي جرام، التركيز الاهدى شويه ممكن يتاخد مده اطول، غير آمن لمرضى الضغط العالي اللي هو مش متظبط لأنه ممكن يعمل ارتفاع شديد في ضغط الدم. الدواء اللي بعد كده اللي هو السيليبريكس، دي مادة السيليكوكسيب، تركيز 200 ملي جرام، بيتاخد مرة يوميا، ممكن يتاخد برضه فترة طويلة من غير أي مشكلة. لما بيتاخد فترة طويلة ممكن يؤدي إلى حدوث مشاكل في المعدة، ممكن ويلة. يبقى إذن الدواء اللي بعد كده هو السيليبريكس، تركيز 200 ملي جرام. السيليبريكس ده المادة الفعالة بتاعته السيليكوكسيب، ممكن يتاخد فترة طويلة بأمان توصل لحد شهر طبعا بعد استشارة الطبيب المعالج. تأثيراته على المعدة وعلى وظائف الكلى أهون شوية من المسكنات العادية. ده بالنسبة للسيليبريكس. في طبعا مجموعات كبيرة من المسكنات زي مثلا موبيتيل 15 ملي جرام، ممكن يتاخد مرة يوميا لفترة طويلة، آمن نسبيا على مرضى الضغط ومرضى المعدة ومرضى ارتفاع وظائف الكلى. عندنا بعد كده دواء تاني اللي هو اللورنكس كام او اللورنيكام رابد، 8 ملي جرام، ممكن يتاخد مره يوميا لمده شهر. دي مجموعه المسكنات، طبعا المسكنات يطول شرحها ولا يحبذ استخدامها فتره طويله. بعد كده عندنا مجموعه الدهانات الموضعيه. الدهانات الموضعيه في الفولترين جيل، ممكن يستخدم موضعيا. عندنا الاولفين جيل، عندنا الار اكس جيل. الار اكس جيل من الانواع الكويسه جدا في علاج خشونه الركبه، في منه كمان ار اكس سبراي، رش موضعي للركبه. قبل استخدام الدهان الموضعي يفضل عمل كمادات دافيه بفوطه دافيه او بقربه دافيه او حمام دافي، وبعد كده ننشف الركبه كويس جدا، وبعد كده نحط الدهان الموضعي ونلف الركبه بقماشه صوف عشان تحافظ على الدفء ده، والطريقه دي بتحسن الم الركبه بشكل كبير. ده بالنسبه للدهانات الموضعيه. طبعا في انواع كتير جدا من الدهانات الموضعيه كلهم شبه بعض. احنا في الاغلب بنعمل خليط ما بين الفولترين جيل والار اكس جيل او الاولفين جيل والفاستام جيل، انواع كثيره جدا موجوده في السوق. الادويه اللي بعد كده هي الادويه المحتويه على الكولاجين. اشهر الادويه المحتويه على الكولاجين هي ادويه الفوار زي سي اتش الفا بلس والجينوفيل ادفانس والجوينت ماك، دول محتوي على ماده الكولاجين وعباره عن فوار. بيستخدم الفوار مره او مرتين يوميا لمدة 3 شهور على الأقل، ممكن 6 شهور. الفوار ملهوش أي آثار جانبية على أي حد إلا الناس طبعا اللي عندها حساسية، طبعا برضو لازم ترجع للطبيب المعالج عشان يكتب لك الدواء المناسب. الفوار بيستخدم من 3 شهور ل6 شهور وممكن أكتر، لو جاب استجابة كويسة معاك ممكن تستخدمه فترة طويلة. ده بالنسبة
الكولاجين اللي موجود جوه الفور. الكولاجين كمان موجود على هيئه برشام زي الجوينتا او الجوينتونكس. الجوينتا او الجوينتونكس ممكن تاخد كبسوله مره يوميا برضو لمده 3 شهور الى 6 شهور. ده بالنسبه لمجموعه الفور. بالنسبه بعد كده لمجموعه الدروفين والجينوفيل. الدروفين والجينوفيل بيستخدموا من مرتين لثلاث مرات في اليوم على الاقل، ولكن الدروفين والجينوفيل فعاليتهم ضعيفه. يفضل يعني عادة المريض بالنسبة لنا لما بياخدوهم ما بيجيبش نتيجة اللي هي المرغوب فيها، ففي حاجات أفضل منهم زي مجموعة الكولاجين. في الأدوية اللي بعد كده اللي هي دواء اسمه MSM، ده ممكن يتاخد مرة يوميا من 3 ل 6 شهور برضو، ده مضاد للالتهاب وبيحسن ألم الركبة بشكل كبير. في دواء اسمه البسكالدين يعتبر مضاد للالتهاب ومضاد للخشونة وبيساعد في تجديد الغضاريف، ممكن يستخدم مرة أو مرتين يوميا لمدة من 3 إلى 6 شهور. والدايسيرين، الدايسيرين برضو مضاد للالتهاب وبيساعد في تجديد خشونة الركبة وبيستخدم برضو من 3 إلى 6 شهور أو أكتر من كده على حسب استجابة المريض. دي مجموعات الأدوية اللي بتهدي من خشونة الركبة. في مجموعة كمان من الأدوية حديثة اللي هي مادة الدولوكسيتين. الدولوكسيتين ده ما يعتبرش مسكن، هو بيسكن ألم الأعصاب زي عرق النسا والتهاب الأعصاب الطرفية الناتجة من مرض السكر. ممكن كمان يستخدم في آلام الخشونة المزمنة اللي بتكون موجودة في المفاصل. دولوكسيتين أشهر دواء منه في السوق هو السيمباتكس، وموجود تركيز 20 ملي جرام و 30 ملي جرام و 60 ملي جرام، بيتاخد كبسولة قبل النوم. ممكن يعمل نشفان في الريق، وممكن يعمل أرق، ممكن يعمل اثار جانبيه شديده تخلي العيان ما يقدرش ياخده مره تاني. هو دواء تقيل شويه اللي هو السيمباتكس. عندنا كمان اسماء تجاريه منه زي الدولوكسيبرين، زي حاجات تانيه كتير زي الكاربالتا وزي السيمبالتا. في الجرعات بتاعته تانيه تركيز 20 ملي جرام و 30 ملي جرام و 60 ملي جرام. يفضل ان احنا نبدا بجرعه قليله، نبدا بال 20 ملي جرام مره قبل النوم. برضه بيتاخد فترات طويله بدون اثار جانبيه، بس بشرط ان المريض يستحمله، لان في ناس مش بتستحمله، بيعمل لهم ارق وبيعمل لهم تفكير زياده، لان هو اصلا دواء اكتئاب. هو اصلا دواء كان بيستخدم في علاج الاكتئاب وتم استخدامه في علاج الالام المزمنه زي الام الخشونه وعرق النسا والتهاب الاعصاب الطرفيه الناتجه من مرض السكر. ده اللي هو مجموعه السيمباتكس. في دواء، في ادويه تانية كتير طبعا. في مجموعه من الادويه اللي هي مكونه من مواد طبيعية مستخلصة من الطبيعة. الأدوية دي بعضها مستورد وبعضها كمان مش موجود، يعني مستورد من بره، وفي بعضها موجود في مصر، يعني في بعض الشركات بتوفرها على هيئة مكملات غذائية. أول دواء هتكلم عنه اللي هو اسمه الوايت ويلو بارك، لحاء الصفصاف الأبيض. لحاء الصفصاف الأبيض بيحتوي على مادة طبيعية لتسكين الألم وهي مادة الساليسين. لحاء الصفصاف الأبيض هو الشجرة اللي بيستخلص منها الأسبرين، أبو المسكنات. الأسبرين هو أول مسكن اتعمل، بيستخلص الأسبرين من لحاء الصفصاف الأبيض، لأن لحاء الصفصاف الأبيض بيحتوي على مادة الساليسين. مادة الساليسين لما احنا بنشربها أو بناخدها في المكملات الغذائية المحتوية لحاء الصفصاف الأبيض بتتحول في الكبد إلى الساليسيليك أسيد، وهو المادة الفعالة بتاعة الأسبرين. فده يعتبر مسكن طبيعي بناخده على هيئة نبات طبيعي. طبعا بنتجنب الآثار الجانبية بتاعته اللي بيعملها على المعدة، مش بيأثر على المعدة ومش بيأثر على الكلى، ولكن بيتاخد بحرص في المرضى اللي عندهم سيولة في الدم. ده اللي هو لحاء الصفصاف الأبيض. لحاء الصفصاف الأبيض ممكن نشتريه من عند العطار، وموجود لحاء الصفصاف الأبيض موجود عند العطارين الكبار، وممكن يتغلي ويتشرب كشاي مرتين او ثلاثة في اليوم طبعا تحت اشراف الطبيب، او بيتباع على هيئة مكملات غذائية موجود في شركات في مصر بتبيعه.